لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وغرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد وخديجة الكبرى وكما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء. اللهم أعط لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي يا رب العالمين mübarek günü yapan gençlerimizi mesut ve bahtiyar eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, bu gençlere ve hepimize uzun ömürler, kazanç, bereketli kazançlar, helal kazançlar nasip eyle. Bizden ve bu kardeşlerimizden olan çocukları ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı evlatlar eyle. Dualarımızı kabul eyle. Selamet eyle ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamu Aleyhi ve Selim. Velhamdülillah.